وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا وسهلا عمر. بداية دكتور، كان التحالف الدولي قد أصدر بيانا حول أعداد القتلى في العراق، كيف تابعتم وكيف تلقيتم في الهيئة هذا البيان؟ حقيقة البيانات التي تصدر عن الجيش الاحتلال الأمريكي فيما يخص القتلى المدنيين في العراق وكذلك في سوريا، حقيقة هي بيانات مليئة بالمناقضات، مليئة بالأكاذيب. حقيقة هي يعني موصوفة بأنها تحجم أو تحاول التقليل من الأعداد الحقيقية للقتلى المدنيين جراء العمليات العسكرية في العراق. بالمقابل كان قسم حقوق الإنسان في الهيئة قد أصدر بيانا بيّن فيه أن أعداد القتلى تتجاوز بكثير الأعداد المذكورة في بيان التحالف الدولي. لو تحدثنا دكتور عن الآليات التي اعتمدتم عليها خلال إعدادكم لهذا التقرير. هنالك الحقيقة آليات معتمدة في التوصل إلى إعداد الإحصائيات، وبالنسبة للقتلى خاصة يعني موضوع البيان، حقيقة من ذوي الضحايا أو من أقاربهم أو من معارفهم من الجيران، خاصة بين صفوف النازحين الذين فروا في حينها من الموصل وتم لقاهم من قبل الفرق الإغاثية التي تعمل من قبل الهيئة وحتى في حقوق الإنسان، وكذلك التقارير الدولية والمحلية والموثوقة التي يتم التثبت من صحتها حقيقة، هذا كله بالإضافة إلى طبعا تقارير الأمم المتحدة ومشروع إحصاء ضحايا الحرب في العراق، بالمجمل تعطينا فكرة. والهيئة سباقة حقيقة، الهيئة أول من نبه الجميع ونبه المجتمع الدولي إلى كل التكلفة البشرية الباهظة لحرب الموصل وغيرها من المناطق الأخرى حقيقة في العراق. دكتور أيمن، في ظل هذا التناقض الموجود في أعداد القتلى، ما هي دوافع التحالف الدولي للتقليل من أعداد الضحايا؟ حقيقة من أولى الدوافع هو التضليل الممارس من قبل البنتاغون لتضليل الرأي العام الداخلي داخل أمريكا وحتى الدولي لتحجيم أو تقليل من أضرار الحرب وعدم إخراج الجيش الأول في العالم كما يقولون، هذا المظهر مظهر القاتل، مظهر الذي يستبيح الدماء، مظهر الذي يدمر المدن، ولكن الوقائع على الأرض لا يمكن حجبها حقيقة، فهذا يعني حجبها ولا، وبالتالي يعني لا يمكن كما يقولون أن تغطى الشمس بغربال. ربما نسألك أيضا عن مدى التجاوزات التي ارتكبها التحالف الدولي خلال قصفه في مناطق كثيرة في العراق، تجاوزه لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين. حقيقة هذا سؤال مهم لأنه يعني يوضح أن الاستراتيجية العسكرية المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الأمريكي هي استراتيجية لا ترعى القوانين الدولية ولا تلتزم بها ولا تلتزم بقواعد التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وكذلك قواعد الاشتباك حتى، وبالتالي لدينا إثباتات كثيرة ومتواترة على عدم حماية المدنيين وعدم الاكتراث لسقوط قتلى في صفوفهم، وهذا كله يقوض حقيقة
القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لأنها في صلبها في يعني في الكور فاليو مال يعني في صلب القوانين هذه هو حماية المدنيين ودفع الضرر عنهم وتحييدهم عن القتال قدر الإمكان. أشكرك جزيل الشكر، المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.